مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. قرابه الساعه الربع تجمعنا بكم للحديث حول بعض المواضيع الصحيه اللي تهم قطاع الصحه. الموضوع الاولاني اللي باش نحكي فيه هو تفشي داء الكلب في العديد من المناطق التونسيه، الاسباب، الحلول، هذا باش نحكي فيه مع الدكتوره الحاضره معنا. باش نحكي كذلك على الارتفاع في عدد الاصابات بالكورونا بعد ما بعض الناس دخلت على العادات اللي تعلمناهم من الكوفيد. نحب نقول ونذكر الناس انه الكوفيد مازال موجود وانه فما عدد في العدد في ارتفاع، كيفاش نجموا نحميوا رواحنا وشنو الاجراءات الوقائيه اللي يجب اعتمادها، هذا كذلك باش نحكيوا فيه. وكذلك باش يكون معنا اتصال هاتفي من البقاع المقدسه للحديث حول الوضعيه الصحيه عامه لحجيجنا الميامين. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل الضيوف الحاضرين معنا. معنا دكتور مريم حندوس، المسؤولة على مخبر داء الكلب في معهد باستور، أهلا وسهلا مرحبا. يحضر معنا كذلك دكتور طارق بن ناصر، المدير الجهوي للصحة بتونس، مرحبا دكتور. كذلك تحضر معنا دكتور أحلام جزارة، مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل. كما قلنا الموضوع الأولاني اللي نحاولوا باش نحكيوا فيه هو داء الكلب، عافانا وعافاكم الله. يقول قائل علاش الحديث على هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات؟ أتوب باش نفسر لكم علاش، على خاطر الوضعية نجم نقولوا تخوف شوية نسبيا. مرحبا بك مرة أخرى دكتور مريم حندوس، المسؤولة على مخبر داء الكلب في معهد باستور. لماذا الحديث على داء الكلب في هذه الفترة؟ شكرا على الاستضافة. لاحظنا عنا توا من 2011 اللي الحالات داء الكلب عند الحيوان ماشية وتزيد. أما الفترة اللي من 2021 حتى التوا اللي هي جات بعد الكورونا، صارت تقليص في الحالات نتاع التلقيح ضد داء الكلب لدى الحيوان، معناها جراء نقص التجمعات وكل، مع تفشي الفضلات اللي نشوفوا فيها وتفشي الكلاب السائبه والحيوانات السائبه بصفه عامه، تزادت الحالات بصفه كبيره. نحن مستنسين للاسف 3 حالات لداء الكلب لدى الانسان كل عام نسجلوهم في تونس. عام ناول في 2021 سجلنا 5 حالات داء الكلب عند الانسان اللي هي حاجه تخوف. السنة فما مناطق ولايات كانت ما فيها حتى حالات داء الكلب عند الحيوان ولات موجوده فيها، دونك نحن توا نحبوا معناها نحاولوا باش نوقفوا التفشي هذايا بالتعاون مع جميع الاطراف باش نجموا نحاولوا نلقاو حلول مع بعضنا. اكيد دكتوره باش نحكيو على الاعراض اللي ربما تصيب الكلاب وكذلك الانسان، باش نحكيو على طرق الوقايه وطرق العلاج كذلك، لكن قبل هذايا نستدعاكم لمشاهده التقرير الموالي امنته زميلتنا الصحفيه ايمان السيد، تقرير حول انتشار ظاهره الكلاب السائبه في تونس واخر الاحصائيات المتعلقه بمرض داء الكلب. اكتسحت شوارع البلاد في السنوات الأخيرة حتى باتت تشكل خطرا حقيقيا يتربص بحياة المواطنين، هي ظاهرة انتشار الكلاب السائبة التي تسببت العام الماضي في وفاة 5 أشخاص كانوا قد تعرضوا لعظات كلاب ضالة مصابة بداء الكلب، وهو رقم يعتبر مرتفعا إذ لم يتم تسجيله منذ 6 سنوات حسب المختصين. وعلى غرار العديد من بلدان العالم لا تزال الحالة الوبائية لداء الكلب في تونس تتميز بعدم الاستقرار بالرغم من كل الجهود التي يتم بذلها لمكافحة هذا الداء بالمقارنة مع العدد المهول للكلاب السائبة، حيث تم تسجيل 135 حالة كلب حيواني بينهم 94 كلبا خلال السنة الحالية. وحسب آخر الإحصائيات المسجلة في الفترة الممتدة من شهر جوان سنة 2021 إلى شهر جوان سنة 2022، فقد تم رصد 38 كلبا مصابا بداء الكلب من بين 53 كلبا سائبا. وفيما يتعلق بتوزع الإصابات بداء الكلب عند الحيوانات حسب الولايات خلال السنة الماضية، تأتي ولاية أريانا في المرتبة الأولى بتسجيلها 34 حالة، تليها ولاية منوبة ب 27 حالة، ثم ولاية المهدية ب 26 حالة.
وضع وبائي مثير للقلق يستوجب ضرورة حسب وزارة الصحة توخي الحذر من كافة الثدييات مع إجبارية تلقيح الحيوانات بصفة دورية كل سنة ضد داء الكلب، سيما وأن التلقيح توفره الدولة بصفة مجانية، هذا فضلا عن تكثيف حملات التحسيس بخطورة هذا الداء وتوعية المواطنين بضرورة العناية بالمحيط عبر احترام توقيت رفع الفضلات ووضعها بالحاويات البلدية وعدم إلقائها في الطريق العام وداخل الأحياء، وذلك من أجل الحد من انتشار المرض وتكاثر الكلاب الضالة. وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة المواطنين الذين تعرضوا للعض أو الخدش أو حتى اللحس على جرح مفتوح إلى الغسل جيدا بالماء والصابون والتوجه بسرعة لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج والتلقيح اللازمة. وللإشارة فإن الوزارة والأطراف الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب تعمل على تحقيق الهدف العالمي المشترك، وهو عدم تسجيل أي حالة وفاة بشرية بسبب هذا المرض بحلول 2030. داء الكلب أو السعار هو قاتل مرعب ينتشر في الشوارع، يتسبب في التهاب حاد في الجهاز العصبي وينتهي بالوفاة الحتمية. ولخطورته تم تحديد 28 من شهر سبتمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحته، ومناسبة لتذكير الشعوب بخطورة هذا المرض الفيروسي المعدي الذي يتسبب سنويا في وفاة حوالي 60 ألف شخص عبر العالم، أغلبهم من أطفال البلدان النامية. كان هذا تقرير حول انتشار ظاهرة الكلاب السايبة في تونس. أكيد باش نحكيو على الأسباب. دونك يقول القائل كما قلنا، علاش الحديث توا على داء الكلاب ألوغ سنوات وسنوات وإحنا نحكيو، ومن بعد نجيو زادة ونذكروا الناس أنه التلقيح مجاني، فما حملة وطنية معناها للتلقيح ضد داء الكلاب. هات نحكيو الأسباب توا اليوم، شنو الأسباب اللي تخلي مرض الكلاب قاعد ينتشر عفانا وعافاكم الله؟ أول حاجة يلزمنا نعرفوا اللي ولاية تونس، ولاية تونس الكبرى معناها تونس وريانة ومنوبة وبن عروس، كانوا قبل عندهم صفر حالة مش لدى الإنسان، صفر حالة لدى الحيوان. معناها كنا وصلنا لصفر حالة لدى الحيوان في تونس الكبرى وحتى في ولايات أخرى. وقتاش هذا؟ نعم، بالتحديد ما بين 92 و 97 حسب تقريبا، ما عنديش لي ديتاي، ما جبتهمش معايا. المهم اللي وصلنا للشيء هذا قبل في 2001 و2009 وصلنا لصفر حاله لدى الانسان عام كامل. معناها الاوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا له في 2030 احنا كنا وصلنا له في 2001 و2009. للاسف تو معناها الحاله تفشيت بصفه كبيره برشا. اللي لازم نعرفوه اللي باش نجموا نتوقعوا زاد داء الكلب بالنسبة للإنسان، يلزم إذا تعرض كما قلت للعض وإلا خدش وإلا لحس على جرح مفتوح يغسل بالماء وصابون مدة 4 ساعة ويتوجه لأقرب مركز تلقيح ضد الكلب. التلقيح ضد الكلب بالنسبة للإنسان للعلاج ما هو موجود كان في المراكز العمومية معناها المختصة، راهو مش موجود في الصيدليات، مش موجود في معناها الكلينيك ولا المؤسسات الخاصة. نحب نذكر اللي العناوين نتاع لي سونتر هذوما الكل موجودين على موقع www.rage.tn. نحن كيف شفنا الوضع ولا يخوف ولينا ننشروا كل جمعه الحالات لدى الحيوان على باش فيسبوك لوت كونتر لا راج تونيزي. اللي نجموا نعملوه باش نجموا نطوقوا اي بؤره معناها اي حيوان يطلع معناها نعملوا له تشخيص ويكون بوزيتيف معناها مصاب بداء الكلب، يلزم نعملوا تطويق معناها غيون دو 3 كيلومتر في معناها بالدير بالحاله هذه. جوستومون انا نحب نعرف كيفاش يتم رصد هذه الحالات، اذا كان اليوم ما يجيش مواطن يبلغ يقول راهو عضني كلب ومن بعد تقعدوا تتبعوا بشويه بشويه وتثبت التحاليل انه مصاب بداء الكلب. كيفاش نجموا تعرفوا انه هذيك بؤره، وكيفاش نجموا تعرفوا انه المكان هذاك يحتوي على كلاب حامله للفيروس؟ فما عنا ريزو دو فيتيرينير معناها كو سوسوا الاطباء البيطريين الخواص والا الاطباء خاصه البيطريين اللي ينتميوا للادارات الجهويه للمندوبيات الجهويه للفلاحه، عندهم ما يسمى معناها سيرفيونس، ديما يكونوا معناها اون اليرت باش يشوفوا اي حاله
اشتباه نتاع داء الكلب لدى الحيوان اللي نذكره اللي هو مشكل عند الكلاب بركه، عند ثدييات ذات الدم الخاص الكل، معناها كيما الفار كيما الحصان العلوش البقره فوالا دونك الكل. دونك اي حاله اشتباه يتبعها الطبيب البيطري. إذا توفى الحيوان يجيبوا لنا العينة للمعهد باستور اللي هي الطريقة الوحيدة التشخيص المخبري باش نعرفوا الحيوان هذاك مريض بداء الكلب ولا لا. أنت تو تحدثت لي على حيوانات نجم نقولوا بلوز أو موان أليفة تعيش مع الإنسان في الدار ولا في الثانية ولا غيره. نحكيو تو شوية على الكلاب السايبة، كيفاش نجم نعرف أنه البلاصه هذيك، خاطر توا الكلنا كتوانسه ولينا نتقلقوا بصراحه، معناها فما برشا كلاب سايبه مع الاسف، معناها تبدا ماشي على ساقيك ساعات يهجموا عليك مجموعه من الكلاب، تبدا انت في السياره تلقى جماعه هكاك معناها مجموعه من الكلاب اللي قاعده تتبع فيك، دونك هنايا الواحد يولي يشك شويه يقول بالك شيء، دونك بالنسبه للكلاب السائبه كيفاش نجم نعرف انه هذوكم كلاب حامله للفيروس والا كلاب معناها لاباس بها ماهيش مريضه؟ في الظاهر ما فما معناها اذا ما عندوش اعراض الحيوان ما نجموش نعرفوا اذا عنده داء الكلب والا لا، ما فما حتى طريقه باش نجموا نعرفوا بها ونكونوا متاكدين الا بالتشخيص. اما الاعراض ينجموا يكونوا مختلفين برشا على خاطر المرض يتعدى في الاعصاب، معناها اي تراجي نيرفو اي سنتر نيرفو ينجم ياثر على اون فونكسيون عند الحيوان هذاك تنجم تعطي اعراض، كما ينجم يكون اون دياري، كما ينجم يكون معناها اون اغريسيفيتي، تغير في السلوك، برشا اعراض. هذاك علاش ما نجموش نكونوا متاكدين. الاشتباه مع الطبيب البيطري ومع الاطار الكامل معناها نجموا نعرفوا به ونتبعوا. جوستومون انا نحب نحكي على الاشتباه وماذا بيا تتفاعل معنا دكتور جزاره، نحكي شويه على الحمله الوطنيه للتلقيح ضد داء الكلب. نعرفوا انه مره في العام معناها مجانا تنجم تهز الحيوان الاليف اللي عندك في الدار وتمشي تلقح له مجانا. بالنسبه لحاله الاشتباه جوستومون فماش امكانيه انه يصير برنامج لأخذ عينات من كلاب سائبة لربما يكونوا هما حاملين الفيروس وبهكا يتم تطبيق المكان هذاك ونجموا نعرفوا إذا كان في صورة ما فماش كما قلنا متابعة من طرف طبيب بيطري اللي نجم يشك كما قلنا في كلب اللي هو موجود في ثانية ولا في حومة ولا ديجا صار إشعار على خاطر عض شكون. هو غالبا التحليل نتاع داء الكلب بيتعمل على حيوان ميت، دونك يتقص الراس ويتبعث لانستيتيو باستور باش يعملوا التحليل عليه. عند الانسان ينجم يتعمل من عند النخاع معناها البريليفمون فونكسيون لومبير ولا من لو ليكيد نتاع العينين باش يعملوه، لكن للحيوانات كان يستناو كان اذا كان مات حيوان وتم الاعلان ما بين المتساكنين اللي فما حيوان مات، وقتها تم معناها التشخيص نتاع داء الكلب ولا ونعرفوا اللي هو وقتها كما قلت لك يلوجوا في غيون دو 3 كيلومتر شنو فما كحيوانات. لكن نحن كمواطنين كيفاش نجموا نساهموا باش نشاركوا في الوقايه من داء الكلب؟ اول حاجه الزبله. انت تعرف اللي الكلاب السايبه فما نوعين، الكلاب السايبه اللي عندها ان بروبريتير والكلاب السايبه اللي سون بروبريتير. الكلاب السايبه اللي عندها موله ساعات تخرج لبرا على خاطر جيعان. إذا كان أنت عندك حيوانات وما توكلهاش فورسيمون الكلاب هذيك باش تخرج لبرا باش تلوج على الزبلة باش تتخلط مع حيوانات أخرى اللي هي ممكن مريضة بداء الكلب تتخبش وهي بيدها باش تعداء. دونك الزبلة نتاعنا تكون حتى كي نخرجوها تخرجوها في الوقت اللي باش تتعدى البلدية. فما عباد يعملوا مسمار في الحيط باش ما يحطوش اللوطة باش القطاطس والكلاب ما يفرتوهاش وما ما يتلموش عليها الحيوانات. الكلب نتاعنا كي ندوروا به ندوروا به افيك اون ليس معناها مربوط ما نخليوش هكاك ويتهجم على العباد. نعرفوا السلوك نتاعو ماذا بينا حتى كمامه. بالحق انا نحب نفتح قوس ونحب الناس ربما اللي يقولوا ربما متعسفين على البكمه. انا من الناس اللي نحب برشا الحيوانات وخاصه الكلاب، لكن وقت اللي انت تربي كلب راهو فما ناس تحب ولا تكره يخافوا منهم ما يحبوهمش، دونك ماذا بينا تبدا عندنا كمامه وخاصه فما نوعيه من الكلاب الشرسه راهو ما يجيش مش معقول تواسيف وبحر وعبيد مثلا تعاون في الكلاب نتاعها مع العبيد ولا تحوس بالكلاب نتاعها كما قالت من غير رباط ولا من غير كمامه ما يسالش
نجم تحب الحيوان نتاعك وتدلو وتخرجه وكيما تحب، لكن كمان تراعي خصوصية الناس، وفما عباد على غالب تحب ولا تكره ما يحبوش الحيوانات. زاد انه برشا عباد ياخذوا حيوانات وما يعرفوش اللي الحيوان هذاك باش يعدي معاه اكثر من 10 سنين من عمره، دونك يلوحوا في الشارع بعد ما يقلق منه ولا يكتشف بالضبط باش يشد له بلاصه كبيره. دونك هذايا موضوع اخر باش نحكيو فيه لو تسمحوا، انا مازلنا باش نحكيو كذلك على الاعراض، اذا كان اليوم فما شكون عنده كلب في الدار ولا فما كلب في الشارع وشوف عليه بعض الاعراض، كيفاش نجموا نعرفوا انه الكلب هذاك سليم والا مصاب بداء الكلب؟ هذوما لو تسمح تجاوبوني عليه بعد ما ناخذوا معنا عبر الهاتف من البقاع المقدسه دكتور شكري حموده رئيس البعثه الصحيه بالبقاع المقدسه. اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا مشاهدي الوطنيه الاولى. مرحبا دكتور، شنو هي احوالك وشنو هي احوال حجيجنا الميامين؟ شنو هي ظروف الاقامه نتاعهم وظروفهم الصحيه خاصه؟ حاليا في المدينه المنوره عندنا قرابه 1000 حاج تونسي. جاءوا عبر 4 رحلات، زوز رحلات خرجوا من مطار تونس قرطاج، وزوز رحلات خرجوا من مطار المنستير. الألف حاج تونسي هذوما يسكنوا في المنطقة الشمالية بعد 50 متر على الحرم. احنا ركزنا لهم في العمارة اللي هما فيها عيادة طبية، وعندنا فريق صحي أول وخلطت عليه اليوم فريق صحي ثاني. وهما معتنين بهم. في خلال الفحص نتاعهم وحتى النصف الليل نتاع نهار بين ليلة البارح واليوم، معناتها عملنا 43 فحص، وأغلبية الحاجات اللي شفناها هي أمراض مزمنة كما السكري وأمراض قلب وشرايين، معناتها متقلقين وداويناهم والحمد لله. تم تحويل 3 مرضى للمستشفيات لتعميق التشخيص. 3 مرضى هذوما روحوا لباس والحمد لله. الحمد لله. مع الأسف سجلنا حالة وفاة فجائية الكهل عمره 58 سنة. الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه. هو شادد الصف باش يزور سيدي النبي، وتوفى غديك في الصف وهو شاد باش يدخل اللي يسلم على سيدي النبي. الإسعاف غديك خاطر هما عندهم الإسعاف على عين المكان، كيف عداوا عليه لقاوه معناتها متوفي، توفى في وقتها معناتها قلبه قف. هو مريض الحاج هذا اللي توفى؟ مريض عنده امراض؟ ما عنديش المعلومات. اللي نعرف كونه هو معاه زوجته، وكونه الفريق نتاعنا تلهاب زوجته باش يوقف معاها، وكامل الفريق مش كان الصحي، فريق الخدمات والمرشدين الدينيين، وقاموا بالواجب الكل، والى حد الان معناتها مازال باش نعاود ونجبد الملف نتاعه ونشوفوه وين عدى وكيفاش عدى ونشوف الدنيا الكل. هو الله يرحمه وينعمه. مات في بيت ربي موت فجئي، هذه اشياء معناتها ما تنجمش تتكهن بها. هو ربي يرحمه وما سعادته الحقيقه زاده. اي، ونطلبوا السلامه لبقيه الحجيج الكل ان شاء الله. على كل حال نتمنى لكم حج مبرور وذنب مغفور، ان شاء الله ربي كتب الحج لكل الناس اللي قصدت بيت ربي، ان شاء الله تكون الظروف الصحيه متميزه للحجيج الكل. سلامي ليك دكتور ولكل الحجيج ولكل البعثه الصحيه بالبقاع المقدسه، شكرا ليك على هذا التوضيح. باش نرجع معاك مره اخرى على كما قلنا قبل ما نحكيو على الكوفيد دكتور بن ناصر لو تسمح، باش نحكيو على الاعراض. كيفاش اليوم نجموا نعرفوا انه كلب سليم ولا كلب مصاب، وكيفاش نجموا نعرفوا الاعراض اذا كان فما انسان معناها تعداو في ظرف قداش؟ هو بالنسبه لسؤالك من بكري على اسكو نعرفوا معناها البلاصه اللي نحن عايشين فيها موجود فيها الكلب ولا لا، توا تلمون ولاو معناها حالات تعرض الانسان للعضات من طرف الكلاب السائبه ولاو برشا، لدرجة أنه توا بريسك تونس الكل نعرفوا كل بلاصة شنو فيها وشنو ما فيهاش، معناها مثلا فما مناطق أكثر من على 4 كلاب تلقى 3 معناها عندهم داء الكلب، اللي هي وصلت معناها سورتو عند الكلاب السايبة أكثر من 70% حالات داء الكلب. بالنسبة للأعراض، فما أعراض نتقولوا نحن أوني بيغ وأوني بو،
اون هيبر معناها ينجم يكون هايج، ينجم يكون يقدم في الحديد، معناها طبيعته متبدله، سلوكه مش طبيعي، معناها مش عادي. اون هيبو ينجم يكون فاشل، ينجم يكون كركر في ساقه، برشا مرات فما شكون معناها يشوفوا كركر في ساقه ولا حاجه يغسلوا مضروب بكهرباء، يهزوا يبدا يعانق فيه، يخليه يلحسوا. دو تيل فاسون اللي من بعد يكتشف اللي هو عنده داء الكلب، واذا ما عملش الوقايه من الاول ينجم يتوفى. معناها ماذا بينا اذا كان الكلب ماهوش متربي عندنا وما نعرفوش، ماذا بينا ما نلمسوا حتى شيء؟ سؤال اخير لو سمحت، مثلا انا نقول اليوم عندي كلب في الدار مفاكسن امور واضحه، لكن لازمه يخرج، يخرج باش يعوم، يخرج باش يحوث. اذا كان نعرفوا احنا الكلاب ساعات كي تتلاقى في بلاصه يبداوا يشمشوا مع بعضهم، ساعات يلعبوا، ساعات ينكزوا على بعضهم، اذا كان فما كلب سليم وكلب مصاب، فما امكان للعدوى حتى اذا كان هو مفاكسن؟ فما امكانيه للعدوى، وهذاك علاش اذا تعرض حيوان ملقح للكونتاكت مع حيوان اخر، من المستحسن معناها من الواجب انه يتلقح في ثلاثه ايام هذوكم. اذا فتنا ثلاثه ايام هذوكم والحيوان الاخر طلع معناها عنده داء الكلب، ما نجموش نخليوه حي، على خاطر البيريود دانكوباسيون معناها يكون خزان للفيروس ينجم يكون من 7 أيام ل7 سنين. دونك الحل الوحيد هو انه معناها نتخليوه على الكلب هذاك على كل حال ربي يحفظنا، ردوا بالنا من الكلاب السايبه وحتى من الكلاب نتاعنا. شكرا لك دكتور على التوضيح. باش نمشيو لتقرير اخر، تقرير اخر امنته كالعاده زميلتنا الصحفيه ايمان السيد حول المستجدات الاخيره للوضع الوبائي بتونس والعالم، تفضل. حسب البيانات الدورية حول الوضع الوبائي المسجلة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 من شهر جوان الجاري، سجلت وزارة الصحة 2277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، وذلك بعد إجراء 10467 تحليلاً مخبرياً، لتقفز بذلك نسبة التحاليل الإيجابية إلى حوالي 22% بعد أن كانت لا تتعدى حدود 5% خلال الأسابيع الماضية. كما بيّنت الأرقام الوبائية المسجلة في الفترة ذاتها تسجيل 54 حالة جديدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة مقابل تعافي 810 مرضى، يتجاوز العدد الجملي للمتعافين منذ بداية الجائحة عتبة 1,030,000 مريض. مؤشرات وبائية أكدت الارتفاع التدريجي المسجل في عدد التحاليل الإيجابية للإصابة بالفيروس مقارنة بالأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل 27 حالة لكل 100,000 ساكن، ارتفاع شددت على إثره وزارة الصحة في بلاغ لها على ضرورة الحرص على مواصلة عمليات التلقيح والتطعيم بالجرعات التعزيزية خاصة لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة والذين تجاوز تاريخ تطعيمهم بآخر تلقيح 6 أشهر، كما نصت أيضا على ارتداء الكمامة بالفضاءات المغلقة مع تهوئة تلك الفضاءات، وهي الإجراءات نفسها التي سيتواصل العمل بها بالنسبة إلى الوافدين على تونس وفق نص البلاغ. من جانبه أرجع محجوب العوني المختص في عالم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الأسباب الأساسية لهذا الارتفاع إلى التراجع الملحوظ في الإقبال على مراكز التلقيح من أجل التطعيم، إضافة إلى التهاون في تطبيق القيود الصحية ولا سيما منها ارتداء الكمامات، خاصة وأن سلالات الفرعية من متحور أوميكرون والمتميزة بسرعة الانتشار والعدوى هي المسيطرة حاليا في تونس. وبالرغم من تطور الوضع الوبائي بالبلاد، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا الهاشمي الوزير أن هذا الارتفاع لن يكون له تداعيات خطيرة على المنظومة الصحية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة المواصلة في احترام الإجراءات الوقائية ومزيد الإقبال على تلقي جرعات تعزيز المناعة. وإثر عودة منحى الإصابات اليومية إلى الارتفاع حول العالم، قررت عدة دول إعادة القيود الاحترازية والبروتوكولات الصحية الصارمة المتعلقة بتفشي الوباء، وذلك بهدف كبح انتشاره، في حين أسقطت عدة دول في أوروبا وأمريكا الشمالية معظم الإجراءات المتعلقة بالجائحة.
من جانبها أوضحت منظمة الصحة العالمية أن طفرات كبيرة في العدوى حدثت في بعض المناطق، إذ سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا زيادات بلغت أكثر من 45% على التوالي. إلى ذلك يتوقع الخبراء بدء موجة جديدة من تفشي الفيروس التاجي، موجة وإن كانت ملامحها لم تتضح بعد، إلا أن الأرقام المسجلة تنذر بالقلق. إيمان السيد، قالت الأرقام المسجلة تنذر بالقلق، شنو رأيك دكتور طارق بن ناصر المدير الجهوي للصحة بتونس؟ صحيح اللي لاحظناه خلال ال 14 يوم الأخرانيين فما عدد الإصابات بالكورونا في قاعد في تصاعد كبير. نعطيك مثلا بالنسبة لتونس، نحكيها بولاية تونس، كنا نسجلوا يوميا 10 حالات، توا وبشوي بشوي بدينا 20 حالة 40 حالة 80 حالة، توا بريسك 100 حالة في اليوم. دونك هذا اللي لاحظناه. اللي الشيء يخلي في ال 14 يوم هذا نجم نشوفوا المؤشر نتاعنا بالنسبه لولايه تونس بالنسبه ل 100,000 ساكن وصلنا 30 حاله بالنسبه ل 100,000 ساكن، وهذا يخلينا نكونوا في المستوى نتاع الانذار المتوسط. وان هنا كي نوصلوا للنيفو هذا معناتها المستوى هذا يعني وقتها لازم ناخذوا برشا احتياطات وبرشا مش ما نوصلوش معناتها معناتها النومبر دوز معناتها العدد نتاع المقيمين بالمستشفيات ولا في الانعاش يزاد يكثر، خاطر تعرف عمال يكثر الاصابات عمال يمشي معاهم النومبر تاع معناتها المقيمين بالمستشفيات. الايواء والوفيات. والوفيات كيف كيف، دونك احنا توا الحمد لله بالنسبه لتوا عدد معناتها الاصابات بالحق قاعد مرتفع، لكن الايواء والعدد اللي مقيمين بالمستشفيات وحتى بالانعاش ما طبعش الارتفاع هذا، وهذا اللي نحبوا نقعدوا شاء الله فيه ولا ما نفوتوش، هذاك علاش يلزمنا نشوفوا ساعه الاسباب. جوستومون انا قبل ما نحكي على الاسباب انا نحب ناكد، خاطر انت قلت اليوم مثلا خلطنا ل 100 حاله، انا نحب نقول ال 100 حاله هذو من الناس اللي واعيين انه الكوفيد مازال موجود وقاعدين يمشوا يحلوا، خاطر فما برشا ناس اليوم كي تقول له راهو تقول لك انا مستبرد ولا كليماتيزور ولا كوروندير تقول له امشي حلل يقول لك لا الكورونا وفات، دونك سي امبورتون زاده باش نقولوا انه راهو الكورونا مازالت موجوده وراهو هذوما فما ناس قاعده تحلل لكن فما برشا ناس ماهيش واعيه، دونك نتصور انا الرقم اكثر بكثير معناها بالنسبه للناس اللي قاعدين موجودين توا معنا وربما مش قاعدين يحلوا. هات نحكيوا على الاسباب، شنو الاسباب اللي خلات الارقام قاعده ترتفع؟ الاسباب نبداو او قبل كل شيء البروتوكول الصحي، عندنا مدة كبيرة من اللي بعدنا عليه، ما عادش كيقولوا بروتوكول صحي معناتها الديستانساسيون الابتعاد التباعد الجسدي، لبس الكمامة، غسل اليدين بصفة منتظمة، تهوئة، كنا ما عادش وصلنا ما عادش نصافحوا بعضنا، ما عادش نبوسوا بعضنا، هذم كلهم رجعنا لهم العادات هذم معناتها نشوفوا في النتيجة. دونك كان البروتوكول الصحي كي بعدنا عليه وهي تعرف البروتوكول الصحي هذا يخلينا معناتها نحميوا رواحنا وتنقص، هي وقائية أكثر من كل شيء، دونك تتقلص حتى الإصابات، هذا من ناحية. وعندنا كنا تو نشوفوا الفاكسان، الفاكسان تعرف الفاكسان تعرف اللي هو لاحظناه وهذا لاحظناه حتى على العين الواحدة في معناتها سور لو تيغان اللي تلقاو الجرعة ولا اللي عملوا الفاكسان اللي من بعد ستة أشهر وما عملوش رابيل ما عملوش واحدة راهو المناعة نتاعو تطيح ويجم يكون هو زاد عرضة مش ياخذ إصابة أخرى. دونك هذا اللي لاحظناه. دونك هذاك علاش راهو في البريود هذه سورتو توا وطالع اون بلان كرواسونس الاصابات هذو، ماذا بينا ناكدوا سورتو في البريود هذه يمشي اللي عمل دوزه واحده يمشي يعمل رابيل تاع دوزيام دوز، اللي عمل دو دوز يمشي تروازيام والكاتريام، وسورتو الكاتريام دوز عند المسنين ولا عندهم الامراض المزمنه، هذو كلهم علاش مش يكملوا يقويوا المناعه نتاعهم وما تضمن لهم ستة اشهر اخرين مناعه معناتها وتحميهم اكثر، دونك هذا ناكدوا عليه. بالنسبه انا نحب نحكي شويه على الفاكسان دكتور جزار، معناها تقريبا توا نسبة المقبلين على التلقيح مقارنة بالذروة اللي كانت تقبل، دكتور بن ناصر قبيلة قال لي احنا كنا نعملوا بالالاف اليوم، اليوم ولينا نعملوا في 100 يوميا اقل من 500 في كافة الولايات نتاع الجمهورية، دونك عدد منخفض برشا. المدة اللي فاتت رجعت طلعت شوية بالعباد اللي ماشية للحج لكن باقي سي انسوفيزون، هذاك علاش ديما تنصح وزارة الصحة الأشخاص باش يزيدوا جرعة تعزيز المناعة خاصة إذا كان تعديت الفترة الزمنية متاع ستة أشهر. جست نحب نزيد على اللي قاله سي طارق، اللي نحن كي نشوفوا النشرة الوبائية اللي قاعدة تخرج فيها وزارة الصحة
اللي عدد التحاليل الإيجابية النسبة مشات وترتفع، يعني آخر مرة 21.75% مقارنة إلى الأسبوع اللي قبله 12.7 واللي قبله 4. قرابة 8%. الحالات اللي الجديدة اللي في المستشفى كيف كيف، الأسبوع اللي فات 54، اللي قبله 45، اللي قبله 25، والأسبوع هذايا ديجا وصلنا أببري ل 120 حالة. جوستومون هو السؤال اللي يطرح نفسه هنا وقت اللي نشوفوا الأرقام قاعدة ترتفع سواء في حالة الإصابات أو حالة الإيواء، هل نحن ماشيين توا في الارتفاع ولا فما إمكانية أنه في الأسابيع القليلة القادمة ربما تنخفض نسبة الإصابات؟ فما امكانيه، من علاش قلت لك وصلنا لمستوى تاع انذار متوسط، من تو لازم ناخذوا الاحتياطات اللازمه. كي نرجعوا ساعه قبل كل شيء نرجعوا تو البروتوكول صحي نرجعوا له، سورتو البيان الاخراني اللي خرجته الوزاره البلاغ اللي خرجوا البلاغ اللي هو لازمنا نرجعوا معناتها ارتداد الكمامه للتباعد مسكره معناتها المغلقه التباعد الجسدي هذاك وسورتو تهوئه نتاع الفضاءات اللي هي المغلقه، هذو ديجا بتنقص شويه مع نرجعوا معناتها للرابيل تاع الفاكسان اللي نمشيو نعاودوا نقبلوا عليه الفاكسان سورتو تعزيز المناعه اللي كما قلت لك عمل دوز يكمل دوزيام دوز اللي تروزيام وحتى وسورتو الكبار والمسنين واللي عندهم امراض مزمنه هذوما لازم منها الكاتريام دوز لازم يعملها. وبالنسبه اللي يقول لك احنا مرضنا واحده ما يسالش عندك شهرين من بعد ما مرضت تنجم تاخذ الفاكسان تاعك الرابيل تاعك. في صوره لا قدر الله الارتفاع تاع الاصابات وهذا وارد كما قلنا في الاسابيع في الايام القليله القادمه، هل فما إمكانية للعودة للإجراءات الصارمة؟ معناها خاطر علاش نطرح عليك سؤال مثلا أن نعرف شكون حتى فما يعطيهم صحة، فما تظاهرة ثقافية صغروا الفضاء صغروا في عدد الناس، معناها به أنه إنسان ساعات يأخذ إنيسياتيف وحده ما يقعد يستنى في قرار متاع دولة ولا قرار متاع وزارة. دونك في صورة لا قدر الله ارتفاع الإصابات فما هناك إمكانية للعودة لبعض الإجراءات الصارمة نعم أم لا؟ احنا ديما نقطة ناخذ بعين الاعتبار المؤشر الحالات الإيجابية اللي هو بارابور ميتال ساكن، اذا وصلتنا لنيفو كبير مثلا يفوت 100 اصابه بالنسبه لميتال ساكن حاجه وقتها الدوله والملزمه باش تاخذ احتياطات ان شاء الله ما نوصلوهاش. علاش خاطر ما نوصلوهاش؟ كان نزيد ونكملوا كما قلت لك في نرجعوا شويه للبروتوكول الصحي فما امكانيه نقلوا امكانيه بيان سور. علاش هو البروتوكول الصحي بلوس الفاكسيناسيون نعملوا لها نزيدوا رابير مش العدوى مش تنقص سرعه العدوى مش تنقص فهمت، وتخلي معناتها الكورب هذه نكسروها ان شاء الله ونرجعوا بشوي بشوي ان شاء الله. احنا الاسبوع الفارض حكينا على بؤر في ولايه بيجا تقريبا، اليوم الاصابات معناها موجوده في بعض من المناطق بعينها والا في الجمهوريه الكل؟ ما نكذبش عليك انا من اكثر مهتم بولايه تونس، تونس نجم نقول كبرى تونس. تونس بالنسبه للولايات الاخرى ما عنديش فكره، اما نسمع بيان سور ما نعرف معناتها ما عنديش ما نجمش نجاوبك على حاجه بربي نحب ناكد عليها. بالنسبه للي توا معناتها اللي هما في اقسام اللي مقيمين بالاقسام الانعاش اللي لاحظناه بالاقسام الانعاش يا مش عامل حتى فاكسان يا عمل فاكسان واحده ما عملش رابي فهمت، والا كما قلت لك انا تعزيز المناعه ما عملهمش هما شكون هما اكثريتهم مسنين وعندهم امراض مزمنه. دونك شفتوا الانتيري نتاع تعزيز المناعه راهو يزيد يقلص من الحكايه هذوم ويخلينا ان شاء الله معناتها اون لي بروتيج نحميوهم في اقرص اقرص انا اسمع حبيت نكمل على سي طارق جوستومون حالات الوفيات برشا اللي لقيناهم مش ملقحين بالكل معناها فايتين ال 70 سنه ما عاملين حتى جرعه من التلقيح. يعني الاسبوع الفارط 14 حالة وفاه اغلبيتهم مش ملقحين بالكل. نقعد باقي كما قلنا الحل للحمايه من هذا الفيروس يا اما انك تمشي تعمل تكمل لو شيما معناها فاكسينال نتاعك والا كما قلنا التباعد التهوئه الغسل اليدين والكمامه وما فيها باس. مثال احنا عملناه في البريود هذه تقريبا كنا محصورين في الديار، اليوم اذا كان فما عرس ماذا بينا يكون عائلي ماذا بينا يكون في الهواء الطلق ماذا بينا نستحفظوا على رواحنا وربي يحفظ الجميع. نحيلك الكلمه أخيرة في بعض النصائح كل واحد شنو باش نجموا ننصحوا السادة المشاهدين. نبدا معك انت دكتور حندوس فيما يخص داء الكلب، بعض النصائح في بعض الدقائق. دونك اي انسان عنده كلب والا قطوس يلقحوا كل عام داء الكلب، التلقيح يلزم يتعاود كل عام. اي انسان يتعرض للخدش او عض
أو لحس من طرف حيوان حتى كان ما عندوش أعراض، الحيوان ينجم يعدي الفيروس 15 يوم قبل ما يكونوا عنده أعراض، واللي تلقيح مجاني. دونك ما فماش علاش باش نحن توا في بيريود نتاع فروحات ما نحبوش نحزنوا على خاطر داء الكلب ما فيهش دواء والموتى نتاعو شنيعه وخايبه برشا. دكتور جزاره. التلقيح هو الحل. سواء بالنسبه للكلب او بالنسبه للكوفيد. دكتور بن ناصر. مادام وصلنا للمستوى هذا نتاع انذار واشعار متوسط عندنا الوقت مش معناتها مش نديركوا الامر ونحرصوا سورتو على كما قال جاي في البيان تاع الوزاره على الحرص على عمليه التلقيح وخاصه جرعات تعزيز المناعه عند المسنين واللي عندهم امراض مزمنه وبيان سور البروتوكول الصحي نعاودوا نرجعوا له، هذا هو اللي مش خلينا ان شاء الله نقلصوا من الحالات هذم ونرجعوا ان شاء الله نعديوا سيف رايد ان شاء الله. على كل حال نحب نشكركم، نحب نشكر كذلك دكتور شكري حموده رئيس البعثه الصحيه بالبقاع المقدسة اللي كان معنا واللي تحدث على ظروف الإقامة وظروف الصحية للحاجيج. إن شاء الله ربي يتم عليهم بخير. ونذكروا أنه رصدنا حالة وفاة اليوم لأحد الحاجيج، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. وشكرا لكم على مختلف التوضيحات. شكرا لك دكتور مريم حندوس المسؤولة على مخبر داء الكلب في معهد باستور. شكرا لك دكتور طارق بن ناصر المدير الجهوي للصحة بتونس. شكرا لك كذلك دكتور أحلام جزارة مدير الرعاية الصحية الأساسية وزارة الصحة. نشكركم كذلك على المتابعة والاهتمام. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم كالعادة الأسبوع القادم في نفس الموعد وعلى نفس القناة. إلى اللقاء.